لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. يمكن للزوجة أن تدعو لزوجها بسعة الرزق والتوفيق في كافة أمور حياته، وهناك مجموعة من أدعية الرزق المستجابة للزوج والمتمثلة في التالي: اللهم ارزق زوجي وافتح عليه كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه، اللهم إني أستودعك زوجي في حله وترحاله، اللهم صب عليه من الرزق صبا صبا ولا تجعل رزقه كدا ولا نكدا، وبارك له فيما رزقته وأدم له عافيته، اللهم ارزق زوجي مع كل خفقة قلب وطرفة عين فرجا ومخرجا وعفوا وأمنا وإيمانا يا رب العالمين، اللهم أقسم لزوجي من خشيتك ما تحول بينه وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك، اللهم ارزق زوجي فوق عمره عمرا وفوق صحته عافية، ولا تحرمني من وجوده ورضاه واجعل سعادته كظل ترافقه، اللهم ارزق زوجي المال الوفير والصحة وسهل له نواياه، اللهم ارزق زوجي رزقا لا تجعل لأحد فيه منه ولا في الآخرة عليه تبعه برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزق زوجي الجنة فإنه جنة حياتي، اللهم ارزق زوجي وافتح عليه كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه يا أرحم الراحمين، استودعتك يا الله قلب زوجي وراحته وعافيته، اللهم إني أعيده من ألم يخفي ابتسامته، اللهم ارزقه فيضا من السعادة، اللهم أدم على زوجي ابتسامته وصحته وعافيته، وارزقه العمر المديد، واروينا بوفرة غيتك وعظيم رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.